راغب احيانا الى اخره. فكل دي عباره عن اوراق. انا الحقيقه يعني كل ما اقرا في علم ابي حاتم اضع يعني ايه يعني حواشي على هذا وارجع اليها، لان علم ابن ابي حاتم دي انا قراتها مثلا في حياتي كلها اكثر من 100 مره، قد تزيد عن 100 مره. كل ما دي احد كتب الرياضه بالنسبه لي اللي انا بستمتع بمجرد ان اقراها، اقراها فقط زي القصه كده، اقرا وكل مره اكتشف فائدة جديدة لم أفطن إليها في المرة التي قبلها. وزي كل الأرقام والكلام ده جت بسبب مع لوغاريتمات مع كثرة الزمان يعني. طيب أنا سأسأل